نحن مسرورين جدا لانضمام دكتور طارق البطراوي، مستشار الجراحة والخبير في المعالجات الليزرية الحديثة لأمراض الشرج. هو راح يكون ممثلنا وقائد عملياتنا في منطقة العين بالتعاون مع مستشفى الميدي كلينيك اللي هو من أهم المؤسسات الطبية في الإمارات. دكتور بطراوي مشهود له بخبرته الكبيرة وعلاقته مع المرضى الرائعة، وبخبرته بشكل خاص بالمعالجات الليزرية الحديثة لأمراض الشرج مثل البواسير، الناسور الشرجي، الشق الشرجي المزمن، كيسات الشعر بكل أنواعها، والثقاليل التناسلية، ضعف العضلة الشرجية وما شابه. وكانت هي تلبية للحاجة اللي نحن كنا ندركها للكثير من مرضى العين اللي كانوا يضطروا يسافروا إما لأبو ظبي أو لدبي للعلاج. هلأ نحن صرنا موجودين وعنا واحد من أفضل جراحين، الخبير جدا في هالمواضيع لتلبية هالحاجات هي، وإن شاء الله الله الموفق.